مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده وكلمه اخيره. اهالي عزبه الهجانه واحده من اكثر المناطق عشوائيه وتكدس في مصر بيسكنها حوالي 3 مليون مواطن كانت تقريبا خارج الخريطه واللي موجوده بالقرب طبعا من مدينه نصر. النهارده زارهم يعني جالهم زياره ما كانوش متوقعينها. ضيف ما كانوش متوقعين ان هو يجي لهم زارهم الرئيس السيسي ومعه رئيس الوزراء و11 وزير مع ايضا رئيس الهيئه الهندسيه ومحافظ القاهره زياره غير متوقعه لمنطقه زي ما قلت لكم من المناطق العشوائيه غير المخططه اللي كلنا بنشوفها وبقالها سنين بنشوفها اي حد رايح من مدينة نصر او مصر الجديده ياخد الدائري بيعدي على عزبه الهجانه ويعدي على منطقه اربعه ونص ويعدي على هي منطقه عزبه الهجانه اللي الناس عايشه فيها هناك ما يعني اقل وصف نقدر نقوله انها انهم يعيشون حياه غير ادميه. هي منطقه عشوائيه مش خطره لكنها منطقه عشوائيه غير مخططه. دي عزبه الهجانه هو ده وسع الشوارع في عزبه الهجانه اكيد اهل عزبه الهجانه ما كانوش متخيلين ان في لسه حد فاكرهم وان لسه في دوله ممكن تفكر فيهم كانوا شايفين ان في محور بيتعمل وكده لكن يمكن أحق اعلى حلم عندهم انه يبقى عندهم مثلا وحده صحيه او او عربيه اسعاف لانه الحقيقه ان هم من الناس اللي عانوا من الصعق الكهربائي لما المطره كانت بتمطر وخطوط الضغط العالي كانت موجوده عزبه الهجانه حصل فيها عمل ارهابي قريب 2019 مفرقعات و اجهزه يعني المفرقعات والتعامل معاها جت وحاولت انها تفكها وانفجرت هذه المتفجرات واودت بحياه عدد من افراد الشرطه عزبة الهجانة اللي فعلا كانت خارج التاريخ لعقود طويلة النهاردة الرئيس كان موجود وسط الناس وسط الشوارع مع 11 وزير ووزيرة وطبعا رئيس الوزراء وبيقول لهم هنعمل ايه هنعمل ايه رئيس الوزراء قال له حضرتك كده ده احنا بننتقل من الـ 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 الاصلاح العشوائيات او تطوير المناطق العشوائيه غير الامنه للمناطق العشوائيه غير المخططه دي قصه تانية خالص احنا بنتكلم هنا في مليارات بالاضافه لمشروع الريف مشروع تطوير الريف فالرئيس قال وهنسمع كل ده في هذه الحلقه مش هنسيب الناس كده. مش هنسيب الناس عايشه كده، هي الأطفال اللي عايشين دول هيتعلموا إزاي؟ كان معاه وزير التعليم ورد. طيب هما إن العيال دي هتطلع الأطفال دول هيطلعوا شكلهم إيه؟ يبنوا بلد شكلها إيه؟ يطلعوا عايزين يكونوا إيه؟ ده مكان كلما تكدست هذه الأماكن كلما كانت بلا خدمات بلا بنية تحتية هذه الأماكن ومش بقول بس عزبة الحجانة في الخصوص وفي في غيرها كل هذه العشوائيات هي تربة خصب خصبة للإرهاب للمخدرات للعنف للجريمة نطلع ناس شكلها ازاي وده اللي قاله الرئيس النهاردة هنشوف ما قاله الرئيس ونشوف استقبال الناس الناس كانت مستقبلاه بالزغريت بال... بالاحتفالات بال... بالسعادة هما اعلى حد كان بيجي لهم كان بيبقى محافظ القاهره ده يعني اكبر مسؤول كان بيوصل ويدخل عزبه الهجانه دلوقتي جالهم رئيس الجمهوريه بنفسه او بنفسه رئيس الجمهوريه اكيد دي زياره ما كانتش متوقعه ناس وهي مش مصدقه ان ممكن حياتها تتغير ان ممكن يكون في بصيص من الامل لحياه ناس عاشوا عقود من الزمن في مناطق غير مخططة هنسمع مقاله الرئيس ونسمع النهاردة هذا الجدل والحوار اللي كان مع الوزراء في حلقتنا النهاردة لكن أيضا في حلقة اليوم هنناقش اجتماعات وزراء الخارجية العرب غدا بالقاهرة والتي هي بدعوة لاجتماع طارئ من مصر والأردن بند واحد على اجنده الاجتماع هي القضيه الفلسطينيه رؤيه مصريه اردنيه مشتركه مع بالتشاور مع القياده الفلسطينيه طبعا لتحريك الملف مع اداره بايدن مع قدوم اداره بايدن على الجانب الاخر ايضا القاهره بتشهد غدا اجتماعات الفصائل الفلسطينيه 14 فصيل فلسطيني موجودين على ارض القاهره وصلوا اليوم استعدادا للانتخابات التشريعيه الرئاسيه والمجلس الوطني في متابعتنا ايضا النهارده الاتراك بيغنوا للمهاجم المصري الزملكاوي مصطفى محمد يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى بعد ما احرز جونين لفريقه جلطه سراي بعد خمس ايام فقط من وصوله بنبارك ونقوله شد حيلك عايزين نشوف مصطفى محمد اسم زي محمد صلاح وغيره يلا بينا نبتدي عزبه الهجانه هذه المنطقه التي يعنى هى تقريبا يشعر اهلها انهم خارج التاريخ أنهم خارج اهتمام الدولة، أنهم خارج حتى تخطيط الدولة، النهارده زي ما قلت لكم في بداية هذه الحلقة جاءتهم زيارة غير متوقعة من السيد الرئيس و11 مصطحبا رئيس الوزراء و11 وزير ورئيس الهيئة الهندسية ومحافظ القاهرة، هذه المنطقة التي يقطنها قرابة أو أكثر من 3 مليون مواطن مصري يعيشون في ظروف غير أدمية تفتقر للخدمات الصحيه، تفتقر للبنيه التحتيه، تفتقر لكل الخدمات الاساسيه واللي شهدت لما بتمطر المطر وهما جنب ابراج برج عالي كان في حوادث صعق كتير جدا، عمليات ارهابيه اخرها في 2019 يعني احوال غير أدمية وإحنا كده بندخل زي ما كان النقاش بين الرئيس وبين رئيس الوزراء ليس فقط على تطوير المناطق العشوائية الخطرة ودي كانت البداية الأولى الأماكن اللي زي في المقطم زي في الدويقة زي غيرها ودي كلفت الدولة مليارات وعندنا جزء تاني إحنا بنتكلم على تطوير الريف اللي هو نص تريليون جنيه ودي مناطق دي قرى أيضا ما دخلهاش يد الدولة أو لم تقترب منها يد الدولة لعقود احنا بنتكلم النهاردة دلوقتي على بداية دخول المناطق غير المخططة الرئيس كان منذ أيام يوم الجمعة كان في منطقة أربعة ونص أربعة ونص دي أو الكيلو أربعة ونص دي بالقرب من عزبة الهجانة والآن ذهب إلى عزبة الهجانة فين عزبة الهجانة يا جماعة عزبة الهجانة هي منطقة شرق مدينة نصر أي حد متجه من مصر الجديدة ومدينة نصر قاصدا الطريق الدائري عبر طريق مصر السويس اسفل الكوبري الشهير بتاع اربعه كيلو اربعه ونص هيشوف عزبه الهجانه كنا بنشوفها وكلنا شفناها وكلنا بنودي وشنا الناحيه التانية يعني يعني كنا نحاول ان نغض الطرف طب احنا ده كمواطنين كدوله بقى اكيد ما كانتش شايفاها او غير قادره على الدخول في هذا الامر لكن الرئيس قرر وهذه الدولة قررت أن تقتحم هذا هذه الملفات زي ما اقتحمت ملفات أخرى كثيرة عش دبابير مش موضوع سهل مش موضوع سهل أن أنا أطور هذه الأماكن بشوارعها الضيقه طب ههد إيه طب هعمل إيه طب هدخل عربية مطاف إزاي طب همشي الناس ولا ما مشيهاش طب هوصل لهم مرافق رسمية إزاي طب كل ده تفاصيل زي ما أنتوا شايفين بالصورة بالدرون من فوق مشهد مؤلم خمسين في المية من مصر بهذا الشكل هذا المشهد المؤلم اللي كلنا كنا عارفين انه هو موجود لكن بنودي وشنا الناحية الثانية خايفين ان احنا نقترب منه لانه التكلفة باهظة الموضوع صعب جدا لكن في ناس عايشه جوه، في بني ادمين، في مصريين، في شباب، في اطفال، دول هيعيشوا ازاي؟ ده كان السؤال اللي طرحه الرئيس. حوار مهم جدا كان بين الرئيس وبين الـ 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 الوزراء النهارده والحوار كان فيه نقطتين. واحد الوضع القائم. هذا هو الوضع القائم علينا ان نعترف بما لدينا بالمشاكل والتحديات التي لدينا هذا هو الوضع القائم اثنين كيف سنغير هذا الوضع القائم حاجتين دور الدولة ودور الناس الدولة انها تقدم وحدات سكنية هي الناس راحت سكنت هنا ليه هي الناس عملت العشوائيات دي ليه هم كسروا السور وعاشوا فيه يعني ليه؟ لأنه ما كانش فيه تخطيط، ما كانش فيه إسكان، ما كانش فيه وحدات سكنية يقدروا بمواردهم المادية المحدودة إن هما يأجروا أو يشتروا أو أي شيء، الإيجار ما كانش موجود، دلوقتي قضية الإيجار اتحلت، بقينا خلاص بنقبل فكرة الإيجار ومش لازم يكون عندي بيت ملك. خلاص القصة بتاعة البيت الملك دي خلصت، فإحنا الوحدات السكنية اللي لازم نوفرها وده إحنا بنتكلم في مليارات لكن أيضاً النمو السكاني النمو السكاني اللي لازم الدولة تاخد فيه قرارات واضحة ولازم الناس يكون عندها وعي واضح أنا هخلف ليه؟ يعني هخلف عشان أعلمهم منين؟ أأكلهم منين؟ أشربهم منين؟ أعالجهم إزاي؟ يشتغلوا إيه؟ النمو السكاني هذه قضية أمن قومي شق يعني لها شقين، شق الدولة انها لازم تاخد ضوابط وتوعية وكده، لكن لازم يكون في ضوابط انه الدعم ده يقدم لطفلين. ثلاثة هيبقى صعب. يعني أتمنى انه الدولة تقدر تعمل ده ودي طبعًا برضو تحرك جريء. اتكلم عنه الريس كتير لكن التوعية بس ما بتكفيش. فده جزء ان هو يكون في انضباط ويكون في قواعد والله أنا مش هقدر يا جماعة اشيلك ببلاش او اشيلك مدعوما الا لطفلين ما اقدرش الجزء الثاني له علاقه بالوعي بان احنا بنخلف عيال علشان نعمل ايه عشان نوديهم فين عشان نحطهم يعيشوا بالشكل ده بالطريقه دي في الاماكن دي احنا بنموتهم احنا بنحكم عليهم بال بال بالدمار يعني بكره احنا مية 101 مليون و500 الف مواطن بكره مية 101 مليون تعداد هذا البلد مية 101 مليون ونص و500 الف دي الساعه السكانيه بكره طب احنا حن يعني لا الدوله هتقدر ولا احنا حنقدر ولا ولا المواطنين حيقدروا فهذه هذه قضايا اه لازم نبقى واضحين فيها مهما كان عندنا معدلات تنميه هذه الزياده السكانيه بتاكلها تاكلها بتتاكل فمش هتحس لا بالمدرسه ولا بالوحده الصحيه ولا بالشارع اللي بيتعمل ولا بالاتصالات ولا هنقدر نعمل وظائف ولا في شقق هتكفي مش هتقدر مفيش دوله تستطيع ان تفعل ذلك. ما تقوليش بقى الصين، ما يرد عليا ويقول الصين واستغلال النمو السكاني واستغلال الطاقة البشرية، الصين اقتصاد آخر وعلى فكرة الصين عندها ضوابط صارمة قاسية طفل واحد بس، عارفين احنا الصين طبعاً اللي وصلت لمليار هذه قضية أخرى، اقتصاد آخر، أنا ما أقدرش يعني إذا كنت عزيزي المواطن تريد أن تعيش في مثل هذا الوضع بالشكل ده، اتفضل أنت حر، بس أنا كدولة مش هقدر أشيل أكتر من كده، هقدم إيه؟ هعمل إيه؟ وأنا دولة نامية على فكرة، أنا مش دولة غنية، أنا دولة نامية محدودة الموارد، ومع ذلك بندخل والحقيقة إنه لازم نعترف بده ولازم نقر بيه نحن نقتحم اصعب الاماكن اصلاح اقتصادي صعب دول حوالينا احنا شايفين ما بين تونس ولبنان وغيرها الاصلاح الاقتصادي عامل ازاي عش دبابير اخر العشوائيات عش دبابير اخر التقنين والمصالحات وتقنين المخالفات كل دي عشاش دبابير التعليم اللي بيتصلح عندك مليون ملف التأمين الصحي الشامل لأول مرة في حياة مصر في تاريخها لسه طبعاً حي... يعني بيكتمل هياخد وقت لكن لأول مرة عندك قضية العشوائيات العشوائيات غير مخططة الريف كل ده بفلوس من غير ما نضبط الزيادة السكانية انسوا كل ما هنخلف كل ما, حيا... ما, ما كل هذه التنمية هتتاكل تتاكل تتاكل باللغة العربية خلونا نسمع مقاله الرئيس والرئيس كلم عندنا مقاطع كتيرة هنسمع أول جزء هنسمع كل المقاطع ونشوف كيف استقبل أهالي عزبة الهجانة يعني هذا المشهد هذه الزيارة غير المتوقعة من رئيس الدولة النهاردة الرئيس كان بيتكلم في بداية الحديث عن الشوارع شكل الشوارع وشكل حياة الناس نسمع عبد الفتاح السيسي أعضاء هنا في صور اللي هو السور ايوه بالظبط السور ده بالزبط. اول ما اتعمل الطريق ده هم ما كسروه كسروه ليه؟ لانه عايزين يعيشوا عايشين بالظبط هم بالزبط. عايزين يعيشوا هنا في فرصه ليهم كده كل الشوارع اللي احنا جايين عليها دلوقتي عاد يمكن ده, ده اكتر ده شارع اعرض اعرض شارع, شارع فيهم ما يدخلش عربيه عربيه اسعاف كبيره عربيه مطار لا قدر ما كده بالزبط. وزي ما انتم شايفين حياه الناس ازاي؟ يعني احنا هنسيبهم كده انا بسال سؤال احنا رفعناه من ساحي وان شاء الله من يوم السبت الجاي نازلين فيه تطوير كامل تقريبا فنم هو من 15 ل 20 متر هناخده على على الارض بتاعه عشان ما نهدش بيوت وهنطوره واحنا نسقنا مع المحافظه الصرف الصحي والمرافق بتاعته بالكامل والكهرباء بحيث ان احنا نعيد الوضع اللي ما كان عليه وهنرفع الطريق شويه لان الطريق واطي وغرقان مياه باستمرار ان شاء الله فنم في خلال شهر يعني ربنا يسهل نكون أنتم كده على طريق واحد على طريق, طريق واحد, واحد. اللي لكن ده أنا بتكلم لو و... انتم بأتكلم عايزين تفتحوا يعني الشوائع. مجموعه طرق مناسبه يعني للناس يعني, يعني بأ... مش حن... مش هنشيل لكن هنفتح اه حلو. اه, حلو. آه. حلو. آه. حلو. نفتح محلو. لا فندم مساحي زي ما ستك امارت للمنطقه بالكامل ونعمل لها مخطط ونعرض على ستك. يعني الريس بيتكلم على انه الرئيس الهيئه الهندسيه سياده اللواء ايهاب الفار بيقول يا فندم احنا هنحاول نوضب نطور الطريق بقدر المستطاع عشان ما هدش انت عشان توسع الطريق عشان يدخل هتدخل عربيه اسعاف وانا بتكلم هنا على الطريق اللي من بره عشان تدخل حتى في الشوارع الضيقه دي عشان تدخل العربيات هو لازم يهد يهد صفوف عمرات طيب طب هنعمل ده ازاي هنعمل ازاي شوارع واسعه جوه وندخل خدمات للناس على فكره ده موضوع صعب جدا انت بتتكلم على انك لازم تهد صفوف بيوت وتعوض الناس وتوديهم في وحدات تانيه بديله في هذه المنطقه او وحدات اخرى والشارع ده فيه الاف البشر ده علشان هذا الشارع اصلا اتعمل يعني ضيق بدرجه غير ادميه وانا هنا ما بكلمكش على القرى ده احنا لسه ما دخلناش الريف احنا هنا بنتكلم على الهجانه شرق مدينه نصر في القاهره في العاصمه ده مش وضع الهجانه بس ده وضع خمسين في الميه من حاله مصر العشوائيه خلونا نسمع جزء اخر مما قاله الرئيس حول هذه المنطقه لكن احنا ما عندناش حصر بعدد الوحدات السكنيه قد ايه ما عندناش بنحصر على عندناش على كل حال انا بطرح ده علينا كدوله وكمان للراي العام بقول له ده الحال لو ما انتبهناش لو ما انتبهناش لنفسنا ونظمنا نفسينا والحكومه سبقت الناس في الطلب يعني تلبي طلبهم في الاسكان صدقوني الدوله كلها هتبقى كده احنا بنتكلم في 50% من, من مساحه الله الدوله كده بالظبط يعني حد صور الخصوص يا دكتور مصطفى؟ بالظبط يا فندم مش كده؟ نفس كدا. نفس ال... كده العمليه حد صور دلوقتي الخصوص؟ بالظبط يعني نفس المنظر هو تقريبا هو ده تقريبا نفس الشكل طيب. الناس دلوقتي. عايشه ازاي؟ يعني الناس هتبقى عايشه طب الناس اللي هتطلع من هنا كاطفال هي. صغيرين هيطلعوا منين؟ هيطلعوا منين؟ هيروحوا مدارس فين؟ هيطلعوا منين؟ لا ده تكلفة التعليم هنا عندهم أكتر من أي حتة تانية لأن هو ما عندوش هيمشي بابنه ده أو بنته مسافة كبيرة جدا لأقرب ما فيش مدارس جوه كتير تحل المسألة ما حدش عمل مش ما حدش عمل عشان يعني الموضوع مش مترتب ولو الدولة ما انتبهتش ودي الرسالة أنا أنا جيت هنا وجينا كلنا هنا عشان نوصل للناس الحكاية الكلام في التلفزيون مش كفايه انما نيجي نبص نشوف الناس عايشه ازاي ونزلوا امشي وسط ده شوف اه تحت امشي كده تحت هو مش بني ادمين ننزل نشوف نشوف الناس دي عايشه ازاي وتاكل ايه وبتشرب ايه وبتتعالج ازاي أه... وزير التعليم هنا رد على السيد الرئيس وقال الرئيس بيقول له يعني الناس هتتعلم ازاي؟ هتعيش قال له هتتعلم ازاي؟ فالرئيس بيقول له انه دي اغلى تكلفه تعليم لانه لازم يروح مكان بعيد لازم التنقل هيجيب منين المواصلات هنا التكلفه بتبقى غاليه طيب هي الناس وصلت لهذه الحاله ازاي؟ الناس وصلت لهذه الحاله لان الدوله لم تكن توفر اسكان على قدر اه احتياج الناس وعلى قدر قدرتها الماليه، فكانت الناس بتبني في اي مكان مناطق غير مخططه يعني ما اقدرش يعني احنا صحيح يعني بن بنلوم الناس انها بتبني على الاراضي الزراعيه وبتبني على اراضي الدوله لكن في النهايه هي ما كانش عندها حل، ما كانش في اجهزه دوله اساسا بتخطط ولا حد بيحاسب. ولا كان في تخطيط ولا كان في اسكان متوسط ولا كان في اسكان محدود الدخل ولا حاجه فكان الناس بتكتر ويبنوا في اي مكان وكل واحد يبني عماره جنبه عماره تانية ويعلي العماره ويعيش في هذا الشكل نسمع بقى ما قاله رئيس الوزراء عن سبب انتشار هذه الكتل العشوائيه في مصر احنا يعني النهارده يعني زي ما حضرتك دايما كنا بنتكلم وعهدنا مع حضرتك دايما الصراحه المناطق دي يعني تركت يعني عشرات السنين الدولة كانت في فترات معينة ما نقدرش نتكلم ولا نلوم ظروفها ما كانتش قادرة إنها تلبي طلب الناس فكان البديل اللي ظهر إن الناس بنت بنفسها وللأسف بنت أماكن النهارده يعني غير لائقة يعني ده الحاجة الوحيدة للوصف اللي ممكن نتكلم فيه والنهارده علشان نطور الكلام ده مجرد أي تطوير هيبقى هيكلفنا عشرات اضعاف اللي كنا لو كنا بنينا المناطق زي دي من البدايه وعملناها بطريقه مخططه، النهارده مجرد عشان ادخل مجرد زي ما حضرتك كنت بتقول افتح شارع لمجرد اعمل شارع وشارع صغير هضطر اشيل صف كامل من البيوت مثلا لو انا خدت قرار زي ده. طب صف البيوت ده بيبقى الاف من الوحدات بالاسر اللي موجوده فيها يبقى لازم ابني لهم الاول سكن بديل عشان مجرد افتح شارع يخدم بقيه سكان المنطقه. فتكلفة باهظة جدا الدولة النهاردة بتتحملها وعن وبقدر يعني بكل امكانياتنا اللي بنحاول نقدر نعملها طبقا لتوجيهات حضرتك لكن الموضوع طبعا صعب جدا لان دي حياه ناس ومعيشه ناس وظروفهم مش مناطق فاضيه بنتحرك فيها وتمن هندفعه لو الظاهره دي ما تتوقفش هندفع هنفضل في هذا النزيف الى الابد فعشان كده كان توجيه حضرتك احنا اللي نبادر احنا اللي ننشئ وحدات واحنا اللي نحاول نسبق الناس لكن برضو في نفس الوقت لازم الكلام ده يقف يعني ما ينفعش يبقى في حاجه زي كده ولسه عماره هي كانت بتطلع ادي اشاير اعمده معنى كده ان كان المالك بتاع هذا العقار عايز يطلع لسه ادوار تانية طب لازم كلنا كمواطنين مع الدوله نبقى فاهمين حجم العبء الكبير جدا الواقع علينا في هذا الموضوع يعني رئيس الوزراء بيشرح بوضوح انه هذه ازمه نتيجه عدم تخطيط التكلفه علينا دلوقتي اكتر اضعاف من لو كنا بنينا للناس دي وحدات سكنيه بشكل مخطط لو احنا كنا نظمنا المدن كانت حياتنا ما بقتش كده احنا دلوقتي زي ما قلنا دلوقتي عشان افتح طريق ادخل بس عربيه اسعاف ولا عربيه مطافي انا لازم اهد اهد صف كامل من البيوت وهنقلهم ازاي وانقلهم فين لان الناس عايشه هنا الاف البن يعني المواطنين عايشين في يعني مئات احنا بنتكلم في 3 مليون فوق 3 مليون عايشين في منطقه عزبه الهجانه لوحدها فهو بيقول ادي ادي الوضع اللي احنا عليه لكن الرئيس رد عليه ايضا وقال له طيب هنتصرف ازاي هذه هي المشكله هنعمل ايه دورنا ايه انا جاي انا مستحبكو وانتم معايا اهو نزلنا وارجوكم انزلوا وسط الناس هنعمل ايه هل احنا هنسيب الناس كده ولا هنتصرف وفكره ان الدوله لازم تكون سابقة الناس بخطوه سبقه الناس بخطوه يعني مد يعني في حاجتين فانها في اولا بتقدم اسكان فبيبقى في عرض كتير فالناس لما يجي وقت الزواج تلاقي اماكن تعيش فيها وتلاقي سكن وان تبقى سابقه الناس بخطوه في تخطيط المدن في تخطيط الاماكن فيبقى موضوع العشوائيه دي غير وارده نبص بقى على الكلام اللي قاله رئيس الوزراء انه في لسه بنا شغال طب ما هو ده برضو ما هو المواطن مش هيب مش هيوقف البنى العشوائي الا لو لقى زي ما لقى كده دوله قويه حاسمه جت قالت له لا على فكره اي دور مخالف انت خالفت فيه هتدفع ثمنه اه بخفض في الاماكن الاقل دخلا ولكن هتدفع تكلفه التصالح في المخالفات لو انت فاكر انه المنطقه دي مش هتجيها دولة ومش هتبص عليها ومش هتقول ان انت مخالف تبقى مش عارف تبقى مش عارف بجد لا هتدخل وهنا بقى المحليات المختصة بهذه المنطقة المحليات التابعة لمحافظة القاهرة المختصة بالمنطقة دي لازم ما تسيبش حد لا يعلي دور ولا يعلي شقة ولا يبني حاجة بدون ترخيص مش تسيبهم كده وتبقى مهتمية بس بالحتة بتاعت مصر الجديدة ومدينة نصر لا تدخل بقى تنزل في الخصوص والرئيس النهاردة ادى نموذج انه نزل بنفسه الى هذه المناطق مش بس اتفرج عليها في التلفزيون ما شافهاش بس فيديو لا قالك تعالوا انزلوا يبقى انا بقول لكم المنطقه دي اعلى حد شافوه كان محافظ القاهره يمكن سياده اللواء ايهاب الفار كمان لان هم بيطوروا محور مهم في هذه المنطقه فيعني النهارده لما رئيس الدوله بيدي نموذج لكل وزراء انزلوا شوفوا احوال الناس نسمع كيف رد السيد الرئيس على رئيس الوزراء واحنا مش هنقدر غير ان احنا لا اقصى حاجه ممكن نعملها لهم اذا كنت متصور ان احنا نفتح مجموعه شوارع, شوارع. توسع على الناس وتخلينا نقدر نوصل لهم جوه بالزبط. بالزبط. خدمات بالزبط. اكتر كده يعني فانتوا لو انتوا جيتوا النهارده وجيت قلت لي الكتله دي الكتله المبنيه دي هنعمل فيها مجموعه الشوارع ديت في اقل الاماكن ارتفاعا تمام ايوه بالظبط وطبعا هنكون جهزنا لهم بديل بديل الناس تقعد فيه ومفيش حل تاني يعني لكن اذا كان العدد حتى ألف شقه طب ما ده ضخم جدا انا حبيت برد حبيت, برد. حبيت أه يعني ان احنا نعيش مع الناس حجم المشكله عشان احنا دايما بنتكلم عليها وبنقول فيها عشوائيات والناس ايه يعني مش عارفه ان ان اللي احنا بنتكلم فيه هو ازاي اولا نوقف ده ثم نعالجه نوقف الاول يبقى احنا لازم احنا كحكومه نوفر طلب الناس مش بس طلب طلب الناس بقدراتهم الاقتصاديه يعني هنا ايجار 800000 بالظبط يا فندم هنا ايجار من ألف طيب انت عايز توفر حاجه يبقى ده الاس بتاعها يبقى ده الاس بتاعها مش كده ايوه تمام الجزء التالي هو آآ آآ ما قاله سياده اللواء ايهاب الفار رئيس الهيئه الهندسيه التابعه للقوات المسلحه اللي بتقوم بانشاء محور الوفاء والامل ده محور طوله 8 كيلو 2 كيلو منه داخل عزبه الهجانه بيتكلم ازاي ان هو طور هذه يعني نزعوا ملكيات جزء اللي جوه ده عوضوا الناس ازاي مين اللي خد وحدات والوحدات دي في اي اماكن خلونا نسمع ما قاله سياده اللواء ايهاب الفار مش أنتم متعايشين مع الناس ايوه فندم واحنا يعني هنا في العزبه بالذات احنا شغالين بقى لنا شهرين معاهم في الخط بتاع السلك المسار الجديد والخط لسياده القمر الكبير ان شاء الله فندم طبق التوجيهات سيادتك هنبدا نشتغل فورا في التخطيط وزي ما سيادتك قلت هناخد الطرق اللي هي اقل خساير في اعداد الوحدات بحيث ان احنا نلاقي الموضوع وبعدين سيادتك مصدق على 500000 وحده سكنيه في عواصم المدن دي اكيد ان شاء الله في في القاهره عدد كبير منها واحنا نسقنا مع الدكتور مصطفى وخدنا الاراضي وبالفعل بدانا نشتغل فيها دي هتسد العجز اللي موجود عندنا في في الشقق بالرغم ان احنا عندنا شقق والمحافظه معاها في الاسمرات وفي المحروسه واحد واثنين والاسمرات واحد واثنين وبنعمل كمان يا فندم اهالينا نعمل اهالينا ثلاثه يعني الخطه شغاله والاعداد الوحدات بتتزايد يوم عن الثاني ان شاء الله يعني بعد ما نخطط الكلام ده ويتعرض على سيادتك هنشوف الوحدات اللي موجوده عندنا تكفي قد ايه ونبدا مراحل ونبدا نشتغل في تعويض الاهالي للشعوب يمكن محافظ القاهره فندم مع السيدة وزيرة التضامن بيسلموا الشقق المسار اللي احنا شغالين مفروش ان شاء الله قدامها اسبوعين ان شاء الله تكمل فرش بحيث ان اللي هيتنقل يتنقل بفرش جديد ما يخش الفرش القديم بتاعه ان شاء الله في خلال الاسبوعين الجايين دول الشقق دي هتستكمل فرش وهنكمل باقي اعمال الازالات للشقق اللي هي الألف. للالف مش كده؟ للالف الالف الثانيه ان شاء الله انما ال 1400 الاولانيين احنا سكنناهم بالفعل تفاصيل الرئيس بيحب يدخل في التفاصيل يعني التفاصيل الدقيقه بيدخل فيها الى ادق المستويات يعني الجزء الاخير هنستمع فيه لحوار ما بين الرئيس ورئيس الوزراء ووزيره التخطيط المسؤوله عن تخطيط التخطيط لهذه الدوله ومحافظ القاهره وحوار حوالين هنعمل ايه في الفتره القادمه وايه الجزء الموازنة العامة الدولة اللي هنخصصه هنخصصه لتطوير هذه المناطق، وزي ما انتوا سامعين طول طول المقاطع دي، انتوا سامعين صوت الناس في الباك جراوند، في الخلفية، الناس فعلاً سعيدة بإنه هذه الزيارة غير المتوقعة لرئيس الجمهورية، رئيس الدولة اللي جه علشان يشوف أحوالهم على الطبيعة، على الأرض. يعني ما ظنش ان في ريس عمره جالهم ولا عمره شافهم ولا عمره راح لهم ولا عمره عدى من عليهم حتى يعني فعلا هذه زياره غير متوقعه الناس واقفه يعني فعلا حاسه ان هناك في بريق من الامل ان حياتهم ممكن تتحسن نسمع ما هذا الحوار بين الرئيس والوزراء وجهت برنامج جديد ده اللي حضرتك بتب... بنبداه احنا في الاول كنا شغالين على المناطق الغير امنه اللي كانت فعلا في خطوره شديده على حياه وارواح المواطنين حضرتك وجهته وخلصناها دلوقتي احنا داخلين على مرحله جديده وبرنامج جديد ان ندخل على المناطق الغير مخططه عشان نخلي نحاول نرفع بس من جوده الحياه للمواطنين بصوره نسبيه فطبعا ده تكلفة تانية هتبقى اضعاف اضعاف الجزء الخاص بالغير امن لان فعلا زي ما حضرتك مثال زي ده لمجرد ان انا افتح بس بعض الشوارع بنتكلم لوحدها ممكن تبقى مليارات فقط عشان اعمل بس ثلاث اربع شوارع في كل منطقة يعني فطبعا ده برنامج كبير جدا سيادتك لان برضو توجيهات دايما حضرتك مش عايزين نسيب الناس برضو في الظروف اللي هم فيها دي دكتورة هلا رأيك ايه؟ طبعا يفندل... لابد ان احنا نحسن جوده الحياه بالنسبه للناس ما ينفعش يفضلوا بهذا الشكل يعني فلازم يبقى في سكن بديل وانت يا دكتور مصطفى انت لازم تحطوا في الموازنه احتياطي مناسب حاضر احتياطي مناسب يا دكتوره لصالح المشروع ده عشان مشكله ولا ايه؟ طبعا يا طبعا يا أيوة تكلفه أقل. المشروع ده يا فندم ال 500000 بنتكلم على الاقل في مع الخدمات 250 مليار جنيه انا بس عايز اخلي الحياه مناسبه مناسبه يا شوارع نمشي فيها ما امكن نوعيه نوعيه انت لو موجود. مشيت جنب السور ده هتجد نفسك آه على ارتفاع حوالي 8 9 متر من الناس تحت اللي هو الشارع اللي تحت الشارع. مش ممكن ثم الشوارع عرض مترين ثلاثه <applause> يعني هو الشارع اللي احنا اللي وقفنا قدام منه كان اكتر حاجه 4 متر او 5 متر اكتر حاجه والباقي كده فانا عشان اشيل اعمل افتح <applause> محور واثنين او ثلاثه احنا عايزين نفرق ما بين ان احنا نوفر طلب وان احنا نحل مساله احنا بنحل مساله مش كده صحيح كده هنوفر كل الامكانيات من المحور ان شاء الله المهم ان احنا بس نيجي نبص نشوف ان شاء الله عايزين الناس تعيش حياة كريمة، عايزين نحسن حياة هؤلاء البشر. أه بهذه الكلمات ينهي الرئيس جولته. أه أعظم ما في هذه الجولة إنه فعلًا نزل بنفسه أه في مكان زي ما بقول لكم كنا بنشوفه ونودي وشنا ناحية تانية. إحنا مش عايزين نعترف بينا وبين نفسنا إنه هذه الأماكن موجودة لما بنمشي فوق الدائري. ونشوف العمارات دي احنا اهل القاهره يعني انا هنا ما بتكلمش على المحافظات بقى ما بنشوف المشهد ده بنحاول ما نبصش بنحاول نقول يعني ما هنعمل ايه ده قدر ده واقع مش هنعرف نغيره لكن هذه الدوله قررت انها تغير هذا الواقع على الاقل هحسن وضعه وحمنع تكاثره بهذا الشكل وابتدي اعمل بديل للناس عشان يقدروا يعيشوا حياه مختلفه. والحقيقه ان هنا في نقطه مهمه قبل ما ننهي الجزء ده انه ممكن تختلف او تتفق مع هذه الدوله، ممكن تختلف وتتفق مع بعض السياسات في كثير من الملفات او بعضها في محاور عديده، على فكره حقك مش لازم كل حاجه تعجبك ومش لازم كل حاجه تعجبني ومش لازم كلنا نتفق على حاجه واحده. لكن في حاجة أساسية اللي ما يشوفهاش يبقى أعمى في حاجة واحدة أساسية اللي ما يشوفهاش يبقى أعمى أو مش عايز يشوف وأنا تاني بقولك ممكن تختلف كثيرا مع حاجات كتيرة جدا ده مش وقت ذكرها بس حاجات كتيرة ممكن نقعد على السوشيال ميديا ونتخانق ونقول وما فيش حياة سياسية وما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش ومفيش... نتكلم نقول حاجات كتيرة لكن الاساس هنا في هذه القصة ان في اعادة بناء لهذه الدولة اعادة بناء للانسان اعادة بناء اكبر مشروع عمراني في تاريخ مصر من عقود من عقود انا مش قادرة اعد من, أني من كم عقد ولكن احنا بنشوف ما بين عشوائيات حياة كريمة آه، تامين صحي تعليم بيتغير كرامه وتكافل آه، تطوير الريف المصري اللي هيبتدي آه، الكباري والطرق اللي بعضها على فكره عجبنا وبعضها مش عجبنا باي يعني دوي خلينا نعترف هو حد يقول لك الطرق والكباري الحياه مش طرق وكباري ما كنا بنقول ده امبارح الحياه مش طرق وكباري لكن فيها بتغير حياتنا بتغير طريقة حياتنا بنمشي ازاي بنروح من فين لفين في توقيت قد ايه بنيه تحتيه تكفي البلد المتناميه دي ما بنسيبش البلد لاجيال قادمه نقول ايه ده مش شغلنا احنا بقى خلينا نعيش في الايه في الوضع الصعب اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي ونبقى نحل ده بعدين اللي جاي بقى يبقى يحل يبقى يعالج يبقى يظبط الفلوس يبقى يظبط الدنيا انا فعلا بستغرب هي الفلوس بتيجي منين بجد يعني هذه المليارات الله يكون في عون الدوله ووزير الماليه اللي ما بينامش انا ما بيجيب الفلوس منين بجد ولكن احنا شايفين ده على الارض شايفينه بيتحقق لما بنشوفه بيتحقق بسرعه شديده لازم نقول نقطه نظام شكرا نقطه نظام كده ونقطه من اول السطر هناك نجاح يتحقق على الارض مره تانيه بقولك ممكن تختلف في ملفات كتيره لكن هذه تنميه لصالح الانسان لصالح الناس لصالح الاجيال القادمه لصالح الناس اللي عايشه دلوقتي والناس اللي جايه في المستقبل محدش بيسيب وياخد الملفات ويحطها زي ما بيحطوا حاجات تحت السجاده كده التراب تحت السجاده ومش عايز يبص عليه احنا بنبص في كل الملفات بندخل كل عش دبابير وبنفتحه هذا المشهد مهم جدا ده شكل البيوت آه اللي القضية الأسمرات ده نموذج لحاجة آه بنتها الدولة للعشوائيات اللي كانت في الدويقة وغيرها دلوقتي الناس عايشة هذه الحياه يستحقها المصريون يستحقها المصريون هذه حياه يستحقها المصريون الدوله تعمل من اجل هذا المواطن ومن اجل هذا الشعب حركه تنميه مهمه واتمنى ان احنا فعلا نقدر نغير حياه الناس دي اللي عايشه حياه غير ادميه هذه بيئه اقل ما يمكن انها يتقال انها تربه خصبه للارهاب للمخدرات للجريمه للعنف مش هو ده الجيل اللي عايزينه يبني بكره الجيل اللي عايزينه يبني بكره لازم يطلع عنده سلام عنده احساس بالامن احساس بالمستقبل واحساس بالامل نخرج فاصل